عالخير احنا التمينا وندعمنا الله يقوينا ايد بيد احنا ونوقف مثل شراع السفينة مثل شراع السفينة حب الخير يمشينا ونعبر كل شي يخلينا ما نريد ولا قناة الشرقية وجايين نفرحك وقلت راح نوديك للعمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام رمضان كريم عليكم من هذه الحويجات الجميلة من وسط نهر الفرات من مناطقنا الغربية العزيزة نحييكم ونقولكم رحلة برنامج رحلة العمر مستمرة بالبحث عن أمهاتنا العزيزات اللي ما يتوقع أن في يوم من الأيام يندق الباب ويقول لها تعاي ويانا نروح البيت الله احنا اليوم راح نروح لماما جواهر طبعا ماما جواهر رحنا وتعرفنا عليها امراه ارمله شجاعه
عيشت أولادها وأحفادها بطريقة مميزة تستحق أن احنا نروح نفرحها. شلون رحنا لها؟ رحنا لها عبر أستاذ غسان صانع النواعير، رجل عراقي رائع استقبلنا ورحب بينا. طبعا أستاذ غسان أخذنا ورحنا إلها وشوية كانت أكو مشاكسة بسيطة، وبعدين قلنا لها إحنا الشرقية والله وياك البيت الله. طبعا احنا باعالي الفرات بغرب العراق، من هذا المكان الجميل والهواء النقي والناس الطيبه اللي تاخرنا عليها. مرحبا استاذ غسان. شلونك؟ اخبارك؟ الحمد لله على السلامه. رمضان كريم علينا وعليك. رمضان ان شاء الله كريم. شلونك سلام؟ شلوني بالتاخير؟ لا مو كلش متاخر. حياك الله. لا مو كلش متاخر. حياك الله ان شاء الله. بس اليوم اشتقنا لك، احنا بقينا ننتظرك فتره. صحيح. اهلا وسهلا ان شاء الله الجيات مستمره. اهلا وسهلا. احنا هذه جزيره الحويجه صحيح؟ نعم هذه جزيره الحويجه. شلون هاي المنطقه؟ شنو اجواءها؟ والله هي كاجواء كمنطقه غربيه هناك عده حوائج، يعني يخطنوها ناس يعتمدون على بعضهم على الزراعه، بعضهم على الرعي، مجموعه على صيد الاسماك، اخرى موظفين، وهكذا خليط من هاي الناس اللي تقدم يعني للمجتمع فد شيء. هنا تقريبا نقدر نقول هي مجموعه وليس حويجه، هي مجموعه من الحوائج، احداها هذه الحويجه في المنطقه الغربيه. احنا طبعا سعيدين جدا، الاستاذ غسان من الشخصيات المتميزه الرائعه ومختص بصناعه النواعير. بس احنا جايين على مهمه انسانيه، طبعا رغم الهواء عالي والمطر، لكن احنا اصرينا ان احنا نجيكم هم نتعرف على هاي الوجوه الطيبة وعلى هاي الطبيعة، وهم نتعرف على ماما جواهر. نعم. أريد نعم. أعرف من عندك ايش معنى اختاريتوا ماما جواهر؟ شنو قصتها؟ شلون وضعها؟ حقيقة ماما جواهر يعني من أحد سكنة هاي المنطقة الغربية، إنسانة بسيطة طيبة تعمل يعني أرملة، عايشة ويا أخوتها، متنقلة في عملها وفي حياتها بشكل يعني غير متوقفة. لهذا اختارينا هاي الشخصية، الإنسانة البسيطة اللي هي من أهل المنطقة. من هذا المكان قريبة لو بعيدة؟ لا لا قريبة إن شاء الله. قريبة مو بعيدة. إيه لا قريبة. أنا عندي فت فكرة حتى نسوي هيك امتحان إنساني، ها مباغتة إنسانية، راح ندق الباب ونقول لها احنا عطلت سيارتنا هنا ونريد نبقى عندكم. نجرب 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 اشوف اذا كنت تقول تفضلوا. هاي اكيد اكيد ان شاء الله، ما يعني نشوف نجرب. يلا على الله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يلا سلام. يلا توكلنا على الله. هسه شو اسم هاي القرية؟ هاي يسموها الخفاجية. خفاجية؟ اي الخفاجية. أي. هي هاي ال المرة مرة نسلم عليها نقولها يابا ماما جواهر. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام هلا. شلونك؟ قلنا لهم احنا جوعانين ونريد ناخذ لنا واحد من الحلال. قالوا وين تروحون؟ منا على خالة الحلال كله قدام ام خميس. فاجينا قلنا خلي هم نتعرف عليك، ها؟ وهم نشوف شنو ال هلا بيكم. شو اسم هاي المنطقة؟ فاجية يسموها. فاجية. وين بيتكم؟ هذاك يا بي. زين. هسه احنا جينا من طريق بعيد. هلا بيكم. وردنا ناخذ واحد من الحلال. هلا بيكم. ها؟ زين. كله قدامكم. تضيفينا؟ شلون ما ضيفكم؟ ضيفكم احنا هواي. نذبح لكم. خلاص
انت قاعد تشوفين احنا ايش قد؟ ونكرمكم. قاعد تشوفين احنا ايش قد؟ ايش؟ شويين مو صينيه واحده معهم. صينيه. يعني ضيفين ناس احنا كل احنا يمه؟ ايه كنا. ها؟ طيبكم وزياده وجيبهم وياكم ربعكم همزات. احنا ما احنا بحال خطاء. والله؟ والله ما احنا بحال خطاء. احنا نذبح الخطار نص الليل لو جا الخطار نشرمه ونهليله ونجعده. خلاص انتم كم واحد؟ احنا جايين من بغداد يعني هاي اذا اجينا نتغدى عندكم يمكن حتى راح نبقى ببيتكم. هلا بيكم. ها؟ هلا بيكم لبيوت بيوتكم وتدللوا. الله يسلمك الله يخليك. تدللوا شو تريدون؟ الله يسلمك الله يسلمك. شو الطبخين لنا دابقينا؟ طبخي لكم طلي ها؟ اي حط على الصينيه لليه ماكو ونقدمها قدامكم. شو تقولون نبقى اليوم نتغدى هنا؟ هاي هي. ها؟ هاي هي بسيطة. هاي أبسط ماكو عندنا. جنباتي من هالجيل. إحنا أبسط ماكو. هلا بيكم. أبسط ماكو هاي. الله يخليك الله يعزك. إحنا كيف على الخطار يجينا ويضيفنا ويقعد يمنا ونتشرف به. الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يحميك. شلون وضع هنا المنطقة؟ والله المنطقة شوفت عينك. شلون شغل؟ شغل والله ماكو هذاك الشغل تقول شغل وهذا يعني ماشي الحال ماشي الحال. وانت تاخذين هاي ترحين بهن ها؟ اي اسرح بهن وهالجهال وعندي هذا طقت عليه شو اسمها عمه ما اشوف منو؟ كان سارح ويا ابن اخو. اه خطيه. خطيه. والله يما احنا ما دام انت تقولين نضيفكم ها ونبقيكم ونذبح لكم احنا نقول رحم الله والديك ووالديكم وخلف الله عليك بس احنا ما راح نبقى عندك راح نروح. لا لا تظلوا من اليوم عندنا وانت شرف بيكم وانتم الشرف الله يخليك وانتم همزاد ولدنا مجعولين ولدنا طبعا انت امنا والله عز الله انت امنا وعلى راسنا عز الله والله. احب اقول لك احنا قناه الشرقيه. اي هلا بيكم. زين احنا قناه الشرقيه ونقول لك راح نوديك البيت الله. هلا بيكم هلا بيكم وترحيل للعمره. الله يسلمك ويطول عماركم وترحين وتدعينا يا يما وبيتك عامر وهذا المبلغ إلك وللشخص اللي تاخذيه وياك وللهدايا اللي تجيبيها وهاي الاحرام وهاي بوسه تسلم تسلم لي ومن عمرنا على عمرك. هلا بيكم هلا جينا على مود اشترى. عمركم طويل وان شاء الله وموفقين والله يعطيكم العافيه والرزق العافيه حجيه بالعافيه الله يعافيك. هذول جوارينكم؟ هذا منو؟ خالتي. عليكم بالعافيه. شفت خالتك يقولها نريد نتغدى تقول لا ما تبقون ما عدنا نذبح لكم. ها؟ الله يخليك. والله ما توقعنا هيك شغلات ولا شلون؟ هيك شغلات ما ببالنا هيك شغلات تجينا يعني ما ببالنا. وخلف الله عليكم ونشكركم وممنونين من عندكم. الله يخليك الله يخليك. بالعكس يا يمه هذا قليل بحقكم انت امنا واحنا اجينا منك لهنا حتى نشوف هالوجه هذا الحلو. انتم احلى ونقول لك الشرقيه تقول لك انتم احلى انت ترحين للعمره. الله كتب لك. الله يسلمك. الله كتب عليك. عليكم السلام. الله يبارك فيك. شلونك؟ شلون صحتك؟ جميع ان شاء الله كل سلمة. يابا موفقين مبروك. ها مبروك ان شاء الله وعليها بالعافيه ان شاء الله ويوفقكم ويسلمكم. الله يخليك. يلا احنا راح نروح. ماما حبيبتي احنا فرصه سعيده شفناك علينا وعليكم ان شاء الله وان شاء الله دائما نزوركم بالافراح. الله يسلمك والله يحميلك الاولاد كلهم. زين واحنا راح نروح وشوفك بخير. تروحون بالسلامه ان شاء الله وترجعون بالسلامه. وعاشا تحت الغنم. سلمك يسلمك خالتي. سلمك نذبح لكم ونكرمكم ونخدمكم على عيوننا وعلى روحنا. ونشكر الاستاذ غساد يسلم والاستاذ عبد الستار اللي هم كانوا سلمة. سبب حتى يعرفونا على الوجه الحلو هذا. انتم احلى وانتم احلى. الله يخليك. سلمك سلمك. يلا شوفك بخير. شوفك بخير. مع السلامه. مبروك مبروك. الله يبارك لك. مع السلامه ماما. الله يبارك لك. سلمك مبارك. الله وياكم. سلمك. وهذا المشوار الدنيا ما يغيب الخير بينا الخير واحنا هلا بينا الخير واحنا هلا رحلة عمر نبديها واجمل رحلة نسويها ظلمة الدنيا بس حنا شموع الحب نضويها للناس نقدم الفرحه
ألف عافية عليك ماما جواهر، وإن شاء الله الله يكتب لك عمره ويحقق كل أمنياتك. طبعاً ماما جواهر ما قبلت الروح إلا تعزمنا، بس ما بليت حيلة، عندنا مهمة أخرى. إحنا راح نروح الآن إلى ماما منسية. ماما منسية تستحق الزيارة، ومن زمان تعرفنا عليها من خلال امرأة فاضلة مربية عزيزة ست سؤدد أم مختار، هي رشحت لنا ماما منسية. ماما منسية مجرد شافت الشرقية عبالها إحنا ناسيها، ما تدري إحنا جايين منها كلهنا على مود عيونها الحلوة، وعلى مود نفرحها ونقولها راح ترحين للعمرة. تعالوا شوفوا شنو صار ويا ماما منسية. من أعالي الفرات من غرب العراق، من هذا الجو الرائع، مع أستاذة فاضلة الست سؤدد تربوية متواجدة بهذا المكان. مرحبا ست. أهلين، حياكم الله ونورتم، نورتم حديثة كلها. رمضان كريم. شكرا علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب العالمين، الله يرضى عنكم. يابا شنو هذا الأكسجين الحلو، شنو هاي الأجواء الحلوة. عليكم بالعافية. الله يعافيك، تنورون تنورون بأي وقت وبأي مكان، حياكم الله. شنو الأخبار هنا، شلون الوضع؟ والله الحمد لله الوضع مستقر هنا الحمد لله، ويعني الحمد لله الحياة حلوة ومريحة، ووجود الأمن هنا بأي وقت تحب تطلع أكو أمن، يعني هو مستقرار. الحمد لله وشكرا. تدرين الأمن إذا موجود الحياة كلها تختلف، كلها حلوة. أي صحيح. والأحلى من هذا إن أنت لما تطلع وتشوف نهر وتشوف نخلة أشجار حلوة، والأكل هذا الحلو مالتكم هنا ما شاء الله. أي. عليكم ألف عافية. الله يعافيك، الله يخليك. ست سؤدد، أنا ما أريد أخذ أم مختار العزيزة. الله يعزك يوم أنت ابني. الله يخليك. أنا ما أريد أخذ من وقتك كلش هواي، إحنا اتصلنا بيها. أوكي. هي تربوية هنا تدرس، ومعروفة هنا بطيبتها وبمبادراتها الإنسانية. قلنا هي اللي راح تكون سبب اللي راح تدلينا على ماما أم شوقي. تمام. ماما أم شوقي وبنتها أم مريم. هم بنتها أم مريم. أم مريم. أي. أم مريم. اثنيناتهم يشتغلون عاملات بشرف وبجهد بإحدى أكيد. المدارس. أكيد. مو صحيح؟ أكيد. سولفينا عنهم. أنا يعني تفاجأت باتصالكم الصراحة. أحكي لك الصدق، أول شيء يمتلكون صفة الصدق والأمانة والإخلاص وعفة النفس. عندهم عفة نفس مو طبيعية. يعني إذا ما يشتغلون ما يأخذون فلس مو بتعبهم. بارك الله. واني بالنسبه مو اني او احنا كنا ككادر تدريسي كنا نحبهم كأم إنا، يعني هي كأم إنا. ها ايش قد عمرها؟ كبيره بالعمر يعني. كبيره. أي. بالعمر. أي. هي رايحه البيت الله لو لا؟ لا والله ما رايحه. ها هذا فرصه حلوه لها. فرصه حلوه. أي. اكيد، وهذا يعني شيء خبل فرصة يعني حلوة. مفاجاه واجر عند رب العالمين، يعني والله العظيم انتم ماجورين بهذه الخطوه الصراحه. بالعكس، الشرقيه بيت الجميع. الله يحفظكم يا ربي. جينا هنا على مود ماما أم شوقي من خلال اقتراحكم. أنا ممنونة من عندكم والله. أستاذة، إحنا شو راح نسوي؟ كأنما جايين للمدرسة. أوكي. وجايين تقرير تلفزيوني، برنامج إحدى برامج الشرقية، جاية للمدرسة، وبهالأثناء نتصادف وياها. تمام. ونسلم عليها. تمام. بعدين نقول لها يابا إحنا ما جايين على المدرسة، جايين على مودك. حلو. أوكي. حلو. تخبل. مستعدة؟ مستعدة. يلا توكل على الله. هلا. السلام عليكم. هلا ماما. الله يخليك. شلونك؟ امنيت حياتي اشوفك قبل مامي. لا عمرك طويل. ما التلفزيون وما اقول ابكي، عجب حظي ما يجي وما يجيبوا هنا. احنا اليوم جايين على الست. احنا جايين اليوم على الست. انت ايش منو الاخ؟ عامله هي ام شوقي. انت هنا تشتغلين؟ لا. وشلون صحتك يا حياتي؟ شلونك؟ اخبارك؟ النهار كله من الجمعه اقابلك. اقابل التلفزيون على شاهدك. نانو يقول لي ما ترى علاوي صار حادث بي ابو اسم الله علي. الله الله شاهد علي وجابوا. انا صايمه صار لي شهرين. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. لا ليش ما قلتي لنا هنا عندنا والله قلبي مغروس. الله شاهد مو مجامله. الله يخليك. تسلمين. احنا جايين اليوم نتعرف على الست
نتعرف على المدرسة. تعرف على المدرسة؟ والله أنا وبنتي سنشتغل يعني. ها تشتغل هنا؟ قصرتي والله. ها شنو تشتغلين هنا؟ أنا وبنتي، بنتي تنظف أنا وياها، تعرف أنت. ها تنظفون هنا؟ سباعي العد، وين بنتك؟ شوف صحي لها. ها صحي لها. أي والله. بلى بخير، إحنا خشوف المدرسة. خلينا نسولف نشوفك حياة سجوي شمس ما غابت لو أنا. هسه ورا اللقاء أنا قاعد أسولف. الله يخليك، بس عادي تعالي أنا إذا تردين تجين. اهلا وسهلا. اهلا، شلونكم؟ اخباركم؟ الله يسلمك، الله يخليك. تعي هنا ماما يمنا، تعالوا هنا، تعي هنا يمنا، احنا خلينا نتبارك بيك. نتبارك. انت الغالي ابو سالها، يمكن هذا تحكين على علي تشرب وما يجيبوا علينا الحديث. ليش انت غلط قد ما ايش بينا؟ شرف انت، الشرف في حياتي انت الشرف. الله يخليك يا ابو، انت مثل ابني حياتي. يا حبيبتي يا حبيبتي. يلا سنبدي البرنامج. وما خسرت ام المختار لو لها فاينه. ها هي ويانا ويانا ويانا، هي والله الله يخليك. والله العظيم ما قصرت امي حبيبتي. صار 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 لكم ايش قد هنا تشتغلون؟ والله انا صار لي الصراحه من 2019. اي انت صار ايش قد هنا؟ 2019 من 2017 ام مريم. ايش قد راتبك؟ انا راتبي 125. والله شاهد علي وانا 100 وايش قد؟ 325. ليش ما تقولين 175؟ حياتي 125. الله يا وليدي، الله شاهد، وست جهال عندي يا حبيبتي، ثلاث بنات وثلاث ولد، الله شاهد علي. وشفت الويله ما هالعيال، بس عندها عافيه نفس مو طبيعيه والله العظيم. يعني عندهم عافيه نفس مريضه والحمد لله. هذا الوجه الحلو ام قلب الحلو انت. بعد روحي الله يخليك، مو مجامله كل خطوه عليك. اقول لك شغله ماما، انا راح اختصر عليك الموضوع ان شاء الله زين، حتى احنا لا نتعبك ولا نتعبنا. لا صراحه على الوقت من على البيت، ترى احنا نكذب، احنا ما جايين علي، احنا جايين على مودك. احنا من بغداد اللي هنا جايين على مودك. على راسي زين، جايين على مود منو؟ ام شوقي وام مريم. صح لو لا؟ قلنا احنا لازم نشوف ام شوقي. ليش؟ لانك بطله، ورغم هذا كله انت تشتغلين وما شاء الله عليك. بس انا اريد من عندك شغله، راح اقول لك شغله ايش تعطيني هالهوله. انا مو افهمها الصوت، يلا هسه قلبي يوجعني والله. انا اريد هالهوله يما. مبروك، راح ترحين للعمره. انا يا ابو راح تفعل روحي حياتي. الخير احنا التمينا وندعمنا الله يقوينا، ايد بيد احنا ونوقف مثل شراع السفينة، مثل شراع السفينة، حب الخير يمشي. يا حياتي ما عندي جواز. طلعين جواز لعد ام مختار، راح تساعدك ونطلع جواز. عندي جواز بس مجدده. زين اقول لك شغله بعد، ما ترحين وحدك، تاخذين مريم وياك. ما شاء الله ما شاء الله، عليكم الف عافيه ومبروك، ان شاء الله تكونوا خير. هذا المبلغ انت وبنيتك ترحين بيت الله. حبايبي تسوون لنا يا والله، شو معرفنا ترحين بالطريقه اللي انت ترديها. زين يما، حياتي مو مشكور يا الله، انت وام مريم بيها، وهذا الاحرام مالتكم. وعليكم الف الف عافيه. الله يسلمك، وان شاء الله ترحين هناك. ها وشنو هاي مال ام مريم؟ ريدك هناك الحين تدعين للعراق. يا ابوي عبت العيب ليل ونهار، ما انام الليل، شايل السبحه وادعي ليل ونهار. الله شاهد على العراق يا رب، الله هو اللي يدري. الله اللي يدري. والله العظيم. الله يحميك، الله يحبك، عليكم الف عافيه. انا متوازي اصوم شهرين، تقول ليش تصومين؟ اقول راح اصومين. عليك الف عافيه. بدي الله وريد الستر من الله. عليك الف عافيه، عليك الف عافيه. فرحتي والله. ست يتامى بس ما بين فايده علي، والله غديهم وما تغدوا وعشيهم وما تعشوا. يا عمري يا يما، يا عمري يا يما. من عمرنا على عمرك. الله يسلمك بعد. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله ذاك اللي يقول راح تروحين على وعش على انترنت، قلت ان شاء الله على الصحف ينشروني. خلي يطلعوني على نتشرف بيك. والشرقيه بيتكم يا يما. شكرا جزيلا لان استقبلتونا. بين اهلك وناسك وحبيبك. الله يسلمك. كلكم كلكم.
لا نجيكم على الجايات ان شاء الله. انا ارتب لهم شغله السفر مالتهم. تدللين اقول لك ماما من ترجع من العمره نيجي نشرب شاي يمكم. تحت الفارق لا والله غادي نشتري لكم سمك ويسوون. حاضرين. 10 محدده بالشوي. صدق؟ خلاص خلاص. يلا نشوفك بخير. الله يخليك. ومن عمرنا على عمرك. ظلم الدنيا بس حنا شموع الحب نضويها للناس نقدم الفرحة ونرجع الليل الصبحة ونتمنى الكل طيبين سترك يا رب والصحة شفت ماما منسية وبتها وإن شاء الله ثنياتهم يرحون والله يكتب لهم عمره وعليك ألف عافية. وتحياتنا لأمهاتنا اللي تواجدوا ويانا بهذه الحلقة. أحب أقول لكم بأبعد نقطة بأبعد مكان إن شاء الله راح نوصل لكم ونسعدكم ونقول لكم ترحون البيت الله. طبعا ترحالنا ما زال متواصل وراح نستمر وما يمنعنا أي شيء إن شاء الله. راح نروح ونفرح كل أمهاتنا بكافة قرى ونواحي وأماكننا العزيزة في بلدنا الحبيب العراق. ألتقي بكم بحلقة جديدة على حب الله والوطن.